اوكي، السلام عليكم. انا سمعت التسجيل اللي فات، فعلا كان الصوت عالي شويه، الصوت كان سريع جدا، وبناء عليه فهضطر هنقولكم خلصت الفكره اللي قلناها، لان مفيش وقت ان احنا نرجع نعيد تاني. هنقولكم خلصت الافكار اللي اتقالت، وحابب بقدر الامكان اكون ابطأ. اوكي، خلاص الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت هو سهل جدا. اتكلمنا عن verb to be و verb to do و verb to have. قلنا verb to be اللي هو قال و is و are و was و were. اوكي، ممكن استخدمهم كفعل اساسي او استخدمهم كفعل مساعد. اوكي، فلو استخدمته كفعل مساعد في الحديث حاجتين وراه، يا اما احط ورا الفعل في ال ing اذا كانت الجمله مبني للمعلول، او احط ورا الفعل في التصريف الثالث اذا كانت الجمله مبني للمجهول. اتفقنا؟ ده بالنسبه لل verb to be اللي هو فعل يكون. بالنسبه لفعل to have اللي هو verb to have اللي هو فعل يملك او يتناول او يشرب، احنا اتفقنا ليه معاني كتير. المهم قلنا verb verb to have اللي هو have و has و had، ممكن استخدمه كفعل اساسي او ممكن استخدمه كفعل مساعد. في حالة اذا استخدمته كفعل مساعد، في الحالة دي بنقول حاطين الفعل وراه في التصريف التالت. verb to do اللي هو do و does و did اللي هو فعل يفعل، نفس الكلام ممكن استخدمه كفعل مساعد، ممكن استخدمه كفعل اساسي. لو استخدمته كفعل مساعد بحط وراه المصدر، ايا كان الفعل اللي وراه لازم يكون في المصدر. اوكي، هجيب لكم بس اكسرسايز بسيط خالص عليه، وان شاء الله بعد ما نخلص الجرامر بشكل عام هعمل لكم حل معاكم امتحانات، بحيث الجزء بتاع الجرامر بالذات بحيث ان هي بقى تتعودوا عليه. المهم ان الجمله الاولى I am not ولا I don't ولا I haven't finished my lesson. I am not ولا I don't ولا I haven't finished my lesson. طبعا الإجابة هنا هتكون ايه؟ المفروض I am ما تنفعش. ليه؟ لأن هنا الفعل ده ما فيهوش ing والجملة مبنية للمعلوم، و don't ما تنفعش لأن الفعل ده مش في المصدر. مش اتفقنا إن am بحط لها الفعل في ing و do و does و did بحط لها الفعل في المصدر؟ يبقى الوحيدة اللي تنفع هي haven't، هي دي الإجابة الصح. اوكي، اللي هي الإجابة الصح عشان خاطر هي ديت اللي فيها هي اللي جاية ورا التصريف التالت. يبقى هنا الإجابة هتكون haven't. مش عارفة ألونها ازاي. anyway what did you ولا what have you ولا what are you do. عندنا ال verb do، هنا عندي ال verb do. الفرق ده في ing؟ لا، يبقى are بره. الفرق ده تصريف تالت؟ لا، يبقى have كمان بره. يبقى الإجابة عندنا هنا did. What did you do؟ عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ ايه اللي انت عملته؟ What did you do؟ حاطين هنا did او الإجابة هنا did ليه؟ عشان خاطر هنا do فعل في المصدر. اللي بعديها why are او do او have they leaving early؟ why are do have they leaving early؟ leaving عندنا الفعل في ing خلاص، وانت مغمض عليك على طول تختاري are. يبقى why are they leaving early؟ why are they leaving early؟ اتفقنا؟ اوكي، طبعا ده كان بشكل عام خلاص الكلام اللي احنا قلناه. احنا اتكلمنا برضو في اللي فاتت عن كان وكود، وقلنا ليه افعال ناقصه لان ملهاش معنى ولان ملهاش تصريف تالت. هحاول زي ما قلتلكوا، هحاول بقدر الامكان اقل الدش الكلام كتير، هحاول ابطأ ان شاء الله. اوكي، الجزء اللي جاي ده بقى فعلا مهم، هو اللي فات برضو مهم بس الجزء الجاي ده فعلا فعلا مهم. انا هحاول الجزء ده المفروض اشرحه، المفروض يعني خلينا اشرحه في الاخر بعد ما اشرح الجزء دوت، هرجع لكم الجزء اللي فوق ده لان ده معتمد على كل الازمنه، فعشان تبقى حاسه انتوا فاهمينه هنرجع تاني نكمل ناخدها بعدها ونرجع تاني من الجزء اللي فوق. اوكي، فهنا حاطه لكم جميع ازمنه البريزنت بيرفكت، البريزنت اللي هو البريزنت سمبل والبريزنت كونتينوس البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينوس. اوكي، هنبدا اول حاجه البريزنت سمبل. يعني ايه present simple؟ يعني ايه اصلا simple؟ simple معناها بسيط و present معناها مضارع، يبقى كلها بعضها معناها المضارع البسيط. ده ابسط زمن في اللغة الانجليزية. ليه ابسط زمن؟ باختصار مش محتاج تعمل فيه حاجة، مش محتاج تعمل فيه اي حاجة خالص. شكله ايه؟ الشكل عبارة عن ال verb يعني الفعل فقط لا غير. جيب لي كده اي فعل في اللغة الانجليزية. eat ده verb بال present simple، drink، play، close، open. Okay. Watch, learn, teach, begin, start, break, drive, listen, speak, hear, read, write,
All these verbs are present simple. بقول I write some stories. Right. أنا بكتب بعض القصص. خلاص ده مضارع بسيط. يبقى المضارع البسيط عبارة عن إيه؟ بس الفيرب. لو أضفنا له في حالة، إذا أضفنا له بنضيف له اسم في حالة المضارع اللي هو بنسميه المفرد الغائب. يعني إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت بحط الفاعل زائد اسم. إذا كان الفاعل هي بشي أو إت بحط الفاعل زائد اسم. خلي بالكوا بنات من حاجة، الفاعل هنا أو الاسم اللي هنا دي مش اسم الجمع. في ناس كتير جدا يقول لك والله زي لايكس، أقول لهم ليه زي لايكس؟ يقول لي عشان خاطر زي الجمع فنحط لها اسم الجمع. لا، الفعل عكس الاسم في اللغة الإنجليزية، بمعنى إن أنت لما تكون عايز تجمع اسم في اللغة الإنجليزية بتضيف له اسم. بوك بوكس، a boy boys، a girl girls. لكن العكس مع الفعل، لو أنت أضفت للفعل اسم ما بيكونش جمع، العكس تماما بيكون مفرد. والاس ديت مش بنسميها اسم الجمع، بنسميها اسم الغائب. اسم الغائب مع هي وشي وات بضيف للفعل اس. يعني ما ينفعش اقولها شي ليسن تو مي، خطأ، نقولها شي ليسنز تو مي. شي ليسن تو مي از ان جراماتيكال، اتس انكوركت. يو جوت ات؟ يو جوت ذات؟ سو ذا بريزنت سيمبل از وات ذا فيرب اور ذا فيرب بلس اس ان ذا كيس اف ذا سبجكت واز ا ثيرد سنجولار بيرسون اور هي وشي وات. يعني اذا كان عندي الفاعل ضمير مفرد غائب في الحاله دي بحط للفعل اس، والاس ديت بنسميها اس الغائب، والاس ديت اس الافراد مش اس الجمع. يعني ما ينفعش اقول ذا بوي بلايز فوتبول، ذا بوي بلايز فوتبول، صح سوري انا صغيره كده، ذا بوي بلايز فوتبول. لكن ما ينفعش اقول ذا بويز بلايز، يعني ما احطش بويز ليها اس، يعني الجمله دي غلط. If I said this sentence for example that one the boys plays football. That one, this sentence is grammatically false. It's incorrect. It's not right. It's false. Why? Boys جمع. Boys مفرد. See? So it's wrong. عشان صلحها see حاجتين. يا تقولها boys play يا تقولها the boy plays. You got that? فأنا احنا أحسن the boy play عشان تعرفوا. يبقى the boy plays football يعني الولد يلعب الكرة. يبقى again the present simple أو المضارع البسيط شكله إيه؟ عبارة بس عن الفعل في حالة إذا أضفنا للفعل حاجة بنضيف للفعل إس. في كل الأحوال لأ. إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد غائب. يعني إيه مفرد غائب؟ يعني ممكن أشيل شي وأحط بدلها منى. خلاص هتبقى نفس القاعدة، منى لايكس بيتزا أند سو أون. أوكي؟ يو جوت ذات؟ لما أجي في أنفي فعل كده هو لايك بيتزا، منى لايكس بيتزا أند سو أون، لما أجي في بنفي حاجتين، يا إما بنفي دونت يا إما بنفي دازنت. الاتنين لهم نفس المعنى في الحالة دي، والاتنين معناهم لا. يعني we don't like pizza، نحن لا نحب البيتزا. she doesn't like pizza، هي لا تحب البيتزا. يبقى انا don't و doesn't اتنين نفس المعنى، الاتنين معناهم لا. في حالة السؤال طبعا بسأل بدو او بسأل بدز، do او بدز، وهنا الاتنين معناهم هل. do you like، هل انت تحب، does she like، هل هي تحب. اوكي يبقى تاني المضارع البسيط بس الفيرب او الفيرب بلس اس، في حالة النفي بنفي بدونت او بنفي بدزنت، في حالة السؤال بسأل بدو او بسأل بدز. علامات الجايدنج ووردز بتاعته، علامات الدل عليه always، always معناها غالبا، often، always هو معناها دائما، always معناها دائما، often غالبا، usually عادة، sometimes أحيانا، seldom نادرا، rarely نادرا، never أبدا، every day أحلى فيها every، every day، every morning، every evening، every night، every afternoon، every hour، every minute، every year، every decade، every century، so as if you like، so everything you like. يبقى عندنا هنا علاماته، يعني ايه علاماته؟ علاماته يعني الكلمات الدالة عليه، يعني من غالبا لو لقيت الكلمة دي، غالبا مش دائما، غالبا يعني it's often، it's not more than often even، but it's not always. okay، so غالبا لو لقيت الكلمة ديت، دي بنسميها على فكرة لما تلاقي اسم في الانجلش بنسميها adverbs of frequency، دي بنسميها adverbs of frequency، معناها احوال التكرار. يعني الأفعال دي الأحوال دي بتعبر عن التكرار، بستخدمها عشان أعبر عن التكرار. لو قلت لك والله I always get up early، معناها أنا دائما أصحى مبكرا أو أستيقظ مبكرا. I often have ice cream، معناها غالبا بتناول آيس كريم. I usually or she usually drinks coffee in the morning، she usually drinks coffee in the morning، يعني هي عادة بتتناول القهوة في الصباح. اوكي وزي ما لاحظنا دول ما بيفرقوش الفيرب، يعني ما بيفرقوش، يعني عادي ممكن تحطهم ما تشيلش الاس. او مثلا كده she usually drinks coffee
She usually drinks coffee. ولو لاحظنا هنا كلهم بحطهم فين عادة عن every؟ بحطهم before the main verb، بحطهم قبل الفعل الأساسي. يعني أنا عندي always و often و usually و sometimes و seldom، مكانهم الأساسي فين؟ أو المكان اللي كلهم غالبا بنحطه فيه طبعا ما عدا every، قبل الفعل الأساسي. يعني كده she usually drinks coffee، فين الفعل الأساسي هنا؟ drinks. It is a main verb. Okay. Drinks it's a main verb. Okay. عشان خاطر عايزة أحطها الفعل هنا الشيء طبعا كده تاني. Okay. Usually ده الـ adverb بتاع الـ adverb frequency. So she usually drinks coffee. هي عادة تتناول القهوة. Okay. ده المضارع البسيط. بستخدمه امتى؟ يعني امتى بستخدمه؟ طبعا الكلام ده كل ما حدش يسألك فيه نظري، المفروض تفهمه عشان تحل قواعد بعد كده. بستخدمه بدل عشان أعبر عن facts، حقائق، سواء حقائق علمية أو حقائق شخصية. ده يعتبر حقائق، يعني فاكت دي حقيقة. لو قلت لك والله I am a teacher دي حقيقة، it's a fact. okay. water boils at 100 degree دي حقيقة، المية بتغلي على درجة حرارة 100 درجة مئوية دي حقيقة، لأنها water boils. the sun rises in the morning دي حقيقة، الشمس تشرق في الصباح، دي حقيقة برضه. يبقى بستخدم المضارع التام، المضارع البسيط، عشان أعبر عن حقائق، حاجات كده ثابتة في الماضي والحاضر والمستقبل. يعني ده اللي ثابت معانا، حقائق ثابتة معانا. اوكي. بس حقائق لا برضو بستخدمها عشان اعبر عن الهابتس، او بنسميها repeated actions. repeated actions اللي هي الافعال المتكررة، routines. you know like routine something you do every day, every morning, every week, every year, every month, more than often, something you usually do. فبنسميها ده repeated action or habits or routine. okay. if you like to express like a repeated action or a routine or a habit, you have to use the present simple. لو انت عايز تعبر عن عادة انت بتعملها او حدث متكرر او روتين عندك، ما ينفعش تستخدم اي زمن غير المضارع التام، المضارع البسيط. I like, you can say I like reading. انا احب القراءة. دي عادة حطها مضارع بسيط. ومحدش يقول reading هنا فعل في الـ ing، لا ده reading ده مفعول به. انا احب القراءة. reading ده مش فعل اصلا. لان احنا لو فاكرين المره اللي فاتت اذا كان الصوت واضح شويه هتبقوا فاكرين انك قلت لكم ان الام والاذ والار عشان احط ران فعل لازم الفعل يكون في الاي ان جي. فلو انتوا فاكرين احنا قلنا ما ينفعش احط فعل من غير اي ان جي الا اذا كنت قبل احط قبل ام او اذ او ار او اذ او ار. يعني انا لو حطيت قبل الفعل ام او اذ او ار بحط الفعل في الاي ان جي. يعني لو لقيت فعل في اي ان جي ومش قبليه لا ام ولا اذ ولا ار يبقى اساسا مش فعل. زي الجمله دي I like reading. reading is not a verb اصلا. it's not a verb. مش فعل. ليه؟ مفعول به. انا احب القراءة. لو حد سألك ليه طب مش فعل ليه؟ لان مفيش قبلها لا ام ولا اذ ولا ار ولا وز ولا وير. يبقى خلاص مبقتش فعل. خلاص كده مش فعل. احنا قلنا عشان تكون فعل لازم شرط تكون حاطين قبلها ام او اذ او ار او وز او وير. المهم يبقى احنا بنستخدم present simple عشان اعبر عن حقائق او اعبر عن عادات habits. I go to work by car every morning. بروح الشغل بالعربية كل يوم. so I go to work by car. I drink tea every evening. I go to bed early every day. you know I travel every year. in a sentence like that. timetable. يعني timetables timetable or schedule الجداول. لما يكون عندي جدول زمني مسبق حتى لو هتتكلم في الفيوتشر بحط مضارع بسيط. okay. يبقى if you have a timetable or schedule and you like to express it, do not use the present the future, you have to use the present simple. يعني أقولها مثلا the plane arrives at 7. the plane arrives at 7. الطائرة ستصل الساعة 7. ليه حطيناها arrives ما حطيناش will arrive؟ بمنتهى البساطة لأن احنا بنتكلم عن time table جدول زمني. okay. the school starts in September. the school starts in September. المدارس تبدأ في September. got it. فبرضه يبقى المضارع البسيط بستخدمه عشان أعبر عن حقيقة أو عادة أو جدول زمني أو إيه كمان؟ ما بدأت إذا جالك رابط زمني، يعني جالك كلمة when أو while أو as soon as أو once أو before أو after. أوكي؟ لو جالك أي واحدة من دول وأنت عايز تعبر عن المستقبل مش عن المضارع، عن المستقبل، في الحالة دي كقاعدة ما تحطش وراها، تحط وراها مضارع بسيط. يعني إيه؟ يعني مثلا زي الجملة دي when I go home I will call you. when I go home I will call you. طب هو أنا رحت البيت أصلا؟ لا لسه. أنا نسأل نقول لما أروح البيت هتصل عليك. لما أروح البيت هو رحت البيت؟ لأ. في الحالة ديت بنستخدم we use the present simple instead of the future simple to refer to the future. Why? Because after time expressions we are not supposed to use any kind of future directly.
قاعدة بنات ان بعد الروابط الزمنية زي وان وايل واس واز وبيفور، حتى كمان اف، حتى كمان اف هي نفس القاعدة، مع انها مش رابط زمني، رابط شرطي يعني conditional conjunction، but anyway it, the same applies, the same rule applies. Anyway, so after term expression like when, while, before, after, if and so on, you shouldn't use will. يعني ما ينفعش اقول لك اوكي ولا لك خلاص، اقول لك اما اسافر، اما اسافر مثلا هقابل عيلتي، ما اقولش، ما ينفعش اقول once I will travel I will meet my family. The sentence is wrong. The sentence is false. Why false? Because of that will. مش اقول once I will travel، عايز الصح تشيل will خالص، once I travel يعني بمجرد، once هنا معناها بمجرد، يعني مجرد اني اسافر I will meet my family، I will meet them at the airport. Okay, so again the present simple، المضارع البسيط، expresses facts, habits, timetable and after this conjunction. حتى لو بعد، لو حطيته بعد الضمان ده بيعبر عن المستقبل طبعا، ما بيعبرش عن الماضي. يعني once I travel اي حد اجنبي هيقراها هيبقى يفهم، هيفهم انت بتتكلم عن الفيوتشر مش البريزنت سمبل. You got that؟ You got that؟ هات نفس الفكره لما بتتكلم، يبقى تاني المضارع البسيط. لو لاحظنا هنا الحكايه مش كلير كات، يعني مش عشان مضارع يبقى بيعبر بس عن مضارع، زي ما احنا شايفين بيعبر عن حاجه ثابته سواء من الماضي للحاضر للمستقبل. لما اقول لك والله I love shopping، هنا الجملة ديت مضارع بسيط بس بتعبر عن ماضي، بتعبر عن حاضر، بتعبر maybe in the future، فحاجة ثابتة معانا، permanent action، أحداث ثابتة دائمة forever، أحداث غالبا تكون ثابتة للأبد. أوكي، أو حقائق علمية، أي دراسة علمية بتلاقي مستخدمين فيها المضارع التاني. لما بتعبر عن دراسة علمية أو مثلا they found أو فجروا أن، والحاجات كلها اللي بيكتشفوها بتبقى مضارع بسيط. اوكي، الاحداث العلميه كلها بتكون مضارع بسيط، الريبيتد اكشن، الروتين، تايم تيبل، افتر سم تايم اكسبريشنز لايك وين وايل بيفور افتر وانس اس سون از اند سو اون، وي هاف تو ذا بريزنت سمبل. اوكي، ده يبقى البريزنت سمبل ثابت معانا، حاجه ثابته معانا، بيعبر عن حاجه متكرره اند سو اون. ندخل بعد كده على البريزنت كونتينوس. من اسمه continue، طبعا ليه اسمين، ممكن اسميه present continuous او اسميه present progressive. progressive ده الاسم اللي هو progressive، بس خلينا شويه عشان خاطر ما نكترش عليكم الموضوع. present progressive اللي هو المضارع المستمر، المضارع المستمر من اسمه كده، المضارع المستمر. انا شخصيا كنت فاهمها غلط لحد ما دخلت الكليه، انا كنت فاهمه يعني ايه المضارع المستمر. مضارع مستمر ده يعني ايه؟ يعني حاجه كده مستمر، يعني حاجه ثابته معانا. لا، ده العكس تماما، طلع العكس تماما. اي زمن مستمر هو اسمه زمن مستمر، بس هو اكتر سمه ثابته فيه انه مؤقت. يعني ايه مؤقت؟ يعني حاجه مش دايما. المضارع المستمر هو اسمه كده present continuous، بنسميه مضارع مستمر، بس هو في الحقيقه مؤقت. الاجانب اما بيحبوا يعبروا عن حاجه او حدث مؤقت بيحطوا المضارع المستمر. طب ايه التناقض ده؟ ليه هو مؤقت ويسموه مستمر؟ مقصود ليه مستمر في اللحظه دي فقط لا غير، يعني في اللحظه دي. اوكي؟ المهم نبدا بيه بقى، شكله ذا فورم، الشكل بتاعه عباره عن ايه؟ ام اور از اور ار بلس فيرب بلس اي ان جي. يعني شكله لو احنا رجعنا تاني للكلام اللي قلناه، الام او الاز او الار بلس الفيرب بلس اي ان جي، ان انا بسميهم اصدقاء مخلصين، الاي ان جي والام والاز والار. يعني لو انت عايز تستخدمه تحط الام والاز والار، او الام او الاز او الار زائد الفيرب زائد اي ان جي، بعد كده تحط استخدم، بعدين تحط الفعل في الاي ان جي. ما ينفعش ده تشيل الام والاز والار، لو شلت الام والاز والار تشيل الاي ان جي، حطيت الام والاز والار تحط الاي ان جي، تشيلهم مع بعض وتحطهم مع بعض. المهم لو حطينا الام والاز والار زائد الفيرب زائد ان جي، او الام او الاز او الار بلس الفيرب بلس ان جي، احنا كده عملنا حاجه اسمها present continuous، المضارع المستمر. مثلا I am making a cake. I'm making a cake معناها ايه؟ كأنك لو واحد أجنبي أنت قلت له، لو قلت له I'm making a cake، I'm making a cake معناها ايه؟ معناها إنه أنا بعمل كيكة دلوقتي في اللحظة دي، at the moment of speaking، لحظة الكلام، أنت بتكلمني دلوقتي while you're talking to me I'm making a cake. يعني مثلا now you are listening to the video or to the audio. Now you're listening to the audio، أنت بتوصف حالتك حالا في لحظة الكلام، إيه اللي بيحصل بالظبط؟ حالا أنت بتسمع دلوقتي اللي هو التسجيل. So now you are sitting down. دلوقتي قاعدين. You are listening to the radio, to the audio. To the audio. What else? Maybe you are drinking some coffee. Maybe.
Okay, so I'm making a cake. دي مقصود بيها أنا بصنع قهوة. أنت دلوقتي حاجة. So please I'm busy. So I'm making a cake. I'm not ready for now. I'm not available right now. Call me later. You got it? So I'm making a cake. He's living in a hotel. مقصود بيها إيه؟ إن في اللحظة دي هو بيسكن في فندق. يعني في الفترة دي هو بيسكن في فندق. Okay? He's living in a hotel. مش معناها إن هو طول عمره ساكن في هوتيل. لا في الفترة دي فقط لا غير. We're reading. إحنا بنقرأ. مقصود بيها في اللحظة دي إحنا بنقرأ. طبعا زي النفي بتاع اي فيرب او اي جمله فيها am is are I was aware من فيها ازاي بحط الريموت I am not he is not we are not we aren't he isn't I am not okay بس احترامات السؤال بعمل عمليه المقص يعني معناها he is ولا is he يبقى طبعا معناها هل لو فاكرين قلنا اي am is are was where بحط اذا بدات في بدايه السؤال بيكون معناها هل Okay. يبقى he is not living in a hotel. ده النفي. السؤال is he living in a hotel? يعني هل هو يسكن في فندق؟ علامات أو guiding words now الآن right now الآن look انظر listen اسمع مش الأفعال نفسها علامات أنت بتلاقي كلمة look لوحدها يعني مثلا look he's singing أو look he's for example he's wearing a suit or a tuxedo. Look, suit. من S. A suit. Look, he's wearing a suit. يبقى عندنا look لوحدها. Look. انظر, he's wearing a suit. محدش يقول لي أصل لا أصل look اللي رحت لها NG. لا أنا قصدي look كلمة بتعبرنا عن الموضوع بس ما هيش الفعل الأساسي. Listen, اسمع, she's singing. Hey, أسرع. You know like it's moving. At the moment, طبعا في تلك اللحظة, this morning هذا الصباح, this evening هذا المساء, this afternoon هذا بعد الظهيرة, today اليوم, tonight الليلة, at the present في الحاضر. Okay. When you should use it, in English, when you should use it, again, we should use the present continuous to refer to an action that happens at the moment of speaking. بنستخدمها عشان نعبر عن حدث بيحصل في لحظة التكلم. حاجة مؤقتة مش حاجة ثابتة أبدا يعني في ناس بتحب أوي الـ ING تحط الـ ING في كل حتة طبعا ده غلط أنت بتستخدمه عشان أعبر عن حاجة كده أقول لك والله ده بتعمل إيه دلوقتي What are you doing now? Now I'm watching TV Now I'm sitting down Now I'm reading a novel Now I'm listening to the Holy Quran Now you know like you know anything like she's cleaning the house whatever okay so In present continuous أو المضارع المستمر بنستخدمه ليه عشان نعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي حاجة مؤقتة مش ثابتة لو ثابتة نحط المضارع البسيط لكن دي مؤقتة فبنحطها في المضارع المستمر أوكي وطبعا بستخدمه لو حد مش موجود أقول لك والله where is for example where is هبة yeah she's not here she's sleeping فين هبة هي مش هنا she's sleeping هي نايمة ما أنا بوصف حالها دلوقتي so use it to describe an action happening now طب بس لما استخدمها عشان اعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي؟ لا طبعا ممكن كمان استخدمها عشان اعبر عن حاجة بتحصل هتحصل في المستقبل حاجة انا مخطط لها في المستقبل خطة حاجة انا عاملها خطة خطة يعني حدث انا عامله في المستقبل مش فكرة لا حدث يعني اوكي I'm telling you one هحكي لكم موقف ده الموقف ده حصل مع الدكتور بتاعنا في المكان في لندن هو هشرح لنا انا بصراحة انا نسيته من ساعتها سو I'd like هشرح لكم كمان عشان خاطر so you can understand it the way I understood it الدكتور بتاعنا كان المفروض هو مصري وكان بيدرس في جامعه في لندن والمفروض هو كان نازل مصر اجازه فالدكتور بتاعه بيقول له Are you traveling فالدكتور بتاعنا رد قال له No, I am not traveling right now I'm going to travel next week فالدكتور بتاعنا رد عليه قال له لا انا مش هسافر دلوقتي انا هسافر الاسبوع الجاي His professor الدكتور بتاعه رد عليه قال له ازاي تبقى دكتور في جامعه في لندن ومش عارف ان احنا بنستخدم المضارع التاء المستمر عشان نعبر عن المستقبل يعني ان هو لما ساله ار يو ترافلينج كان يقصد انت هتسافر يعني انت مخطط تسافر ما كانش بيساله انت مسافر دلوقتي قال له هاو كم ا بروفيسور ان لايك ان ان انجلش يونيفرستي اند دونت نو ذات وي يوز ذا بريزنت كونتينوس تو ريفير تو ذا فيوتشر اوكي سو اجين ذا بريزنت كونتينوس المضارع المستمر can be used ممكن استخدمه to refer to a plan in the future خطة in the near future في المستقبل القريب you got it like what are you doing tonight هتعمل ايه النهاردة tonight I'm watching TV tonight I'm going shopping tonight you know like I'm meeting my best friends tonight I'm making a cake
جاتك، يبقى البريزنت كونتينوس بنستخدمه يا اما بستخدمه عشان اعبر عن الحاله اللي بتحصل دلوقتي حالا او حاجه هتحصل في المستقبل القريب. اوكي ده البريزنت كونتينوس. اوكي طبعا بس زي ما اتفقنا، بس ده انا هنقول كل واحد خالص عشان حتى ما حدش يتلخبط. اوكي هو انا كتبت هنا من بعد ما انتوا بتذاكروا وخلاص فهمتوا، بس هعملكم جدول كده عشان ما حدش يتلخبط. نيجي بعد كده هو ال present continuous أو ال present perfect. يعني ايه present perfect؟ present perfect ده يعني كفاية نقولكم إن أي حد مدرس بيروح يدرس يروح يسألوه في الانترفيو إنه يشرح لنا المضارع التام. المضارع التام ده من أهم الأزمنة في اللغة الإنجليزية كلها. يعني في لو أنتم فاكرين مادة 111 آخر، مش آخر يعني، فيها تقريبا 3 units بس عن المضارع التام والمضارع التام المستمر. المهم المضارع التام من اسمه كده present، يعني ايه present؟ present يعني مضارع، perfect يعني ايه perfect؟ perfect يعني تام. المضارع التام بقى اعتبرها كده mixture between the past and the present، خليط بين الحاضر والماضي. يعني انت عندك نص في الحاضر ونص التاني في الماضي، لازم past the present and the past are used together in that sentence. لازم يكون نص في الحاضر ونص في الماضي، لازم يكون الماضي والحاضر مع بعض، خلط كأنك جبت الماضي والحاضر ربطتهم مع بعض عملتهم خلاط طلعت لك المضارع التام. عشان كده اسمه ومعناه وعلاماته واستخداماته كل حاجه لو لاحظتها فيها هتلاقي نص حاضر ونص ماضي. اوكي نبدا اول حاجه بالفورم. الفورم يعني الشكل. الشكل ايه؟ هاف اور هاز بلس باست بارتيسيبل. هاف اور هاز بريزنت، الهاف والهاز بريزنت نص المضارع اهو، والباست بارتيسيبل باست ماضي، الباست بارتيسيبل ماضي. يبقى حتى في شكله حتى في تركيبه نص حاضر ونص ماضي. ال have وال has ده الباست بارتيسيبل. أنا أقول Mona has drunk coffee، Mona has drunk coffee. We have learned English، We have learned English. النفي طبعا عشان has helping the verb مش main verb، أنا hasn't وهنا haven't. لو انتوا كمان فاكرين اللي هو ال have وال has، ال have وال has اللي احنا اتكلمنا عليها، قلنا لما يكون ال have وال has فعل مساعد عادي، بس فعل مساعد بحط له وراه النط. لما بسأل بس بعمل عملية المقص، مونا هاز درينك كوفي، أقول لها هاز مونا درينك كوفي، هل مونا شربت القهوة؟ هاز مونا درينك كوفي، درينك كوفي، هاف يو ليرند انجلش، هل أنتم تعلمتوا لغة إنجليزية أو لا أنت تعلمت لغة إنجليزية؟ أوكي ده present continuous أو سوري present perfect. يبقى ال present perfect أفتكر دايما بالخلاط، أنا دايما مسمي طلبة خلاط. خلاط يعني إيه؟ مضارع مع ماضي. بستخدمه عشان اعبر عن المضارع والماضي مع بعض. يعني تقولي لو انت عايز تعبر عن الماضي بس حط ماضي بسيط، لو انت عايز تعبر عن مضارع بس حط مضارع بسيط، لكن انت او حط مضارع مستمر. لكن انت عايز تعبر عن الماضي والحاضر مع بعض في نفس الوقت، لا في الحاله دي بقى تحط مضارع تام. اوكي علاماته لو لاحظنا علاماته اذاك تحط فيه حاجه already just ever never. طبعا already معناها بالفعل just طبعا ever ايفر بس في السؤال بمعنى ابدا. اقول لك have you ever met someone famous، يعني انت عمرك قابلت شخص مشهور؟ فايفر معنى هنا عمرك، انت عمرك عملت حاجه دي. have you ever، have you ever seen a true line، have you ever met someone famous، have you ever traveled abroad. never ابدا، never معنى ابدا. لاحظوا ازاي زي دي برضه، بس الفرق ان هنا بحط have وهاز، هنا لا. so far حتى yet ابدا، yet معناها بعد، يت معناها بعد، بس معناها طبعا بس in question and in negative. in question and negative في النفي والسؤال، ودايما تكون اخر كلمه. يبقى I'll use it in negative and in question، بستخدم يت في النفي والسؤال. so far حتى الان، up to now حتى الان، lately مؤخرا، recently مؤخرا، since منذ، for لمده، till now حتى الان، over the years على مدار السنوات. يبقى عندنا هنا كده كل دول علامات المضارع التام. لاحظنا ايه فيهم؟ مفيش ولا واحدة فيهم سبيسيفيك، مفيش ولا واحدة فيهم محددة. يعني ايه محددة؟ يعني معرفش الحدث حصل امتى. ده من اهم مميزات البيرفكت تنسز، الاحداث التامة كلها او الازمنة التامة كلها، ان احنا ما نعرفش اصلا الاحداث هتحصل امتى او الاحداث حصلت امتى، ما يهمناش. We don't care about the timing of the action، we care about the action itself. We don't care about when it happened، we care about what happened and its effect. اوكي already معناها بالفعل، اقول لك والله I've already seen you، I've already traveled، اقول لك والله انا بالفعل سافرت. Did you think that، did I tell you exactly when I traveled؟ No I didn't، I didn't. انا ما قلتلكش انا سافرت امتى بالظبط، اقول لك والله انا بالفعل I already done my homework، I've already done my homework، I have already done my homework.
دي by 10 you will, no I didn't. ما لا ما انت بتعرفش حصل امتى، لانك لو قلت لي حصل امتى بالظبط خلاص يبقى المدرب التانك راح منك، انت كده بتتكلم في المدى البسيط. يعني ايه الفرق ما بين كده الجمله ديت لو قلت لك I have done my homework و I have okay that sentence I have done my homework. I've done my homework. Okay. Lately, I have already. حتى أنا already. I've already done my homework. I have already done my homework. Okay. Is that one? Homework one word. I've already done my homework. إيه الفرق بين الجملة دي والجملة ديت؟ I have done my homework last night. بالراحة كده الجملة اللي فوق I've already done my homework. Done small. I've already done my homework. Okay. Done هنا I've already done my homework. أنا عملت الواجب. معرفش إمتى. أنت قلت لي خلاص والله I've done my homework. خلاص. خلينا نعملها مختصرة عشان خاطر I've already done my homework. انا خلاص خلصت الواجب. امتى احنا ما نعرفش اصلا. انت بتقول خلاص انا خلصت الواجب، انا خلصت الشغل. خلصت امتى ما اعرفش. طب الجمله الثانيه، طبعا الجمله دي كوركت. الجمله الثانيه I have done my homework last night. الجمله ديت ان جراماتيكال، الجمله ديت فولس. طبعا فولس. دي فولس، سوري فولس. الجملة دي فولس. ليه فولس؟ إلا جملة ببساطة عندك كلمة لاست، واللاست ديت معناها الماضي، العلة الماضية. طالما حطيت لي زمن في الماضي بقى لازم، الصح ما تقولهاش بقى I have done، الصح كنت تقولها كده I did my homework. خلاص I did my homework last night. طالما استخدمت لي علامة في الماضي حط الماضي بسيط، عملت واجبي العلة الماضية. لأنك ما أنت إزاي حطيت لي هنا لاست اللي هي بتعبر عن الماضي وفي نفس الوقت حطيت لي هاج اللي هي present؟ ما ينفعش. عشان كده علامات كلها لو لاحظنا علامات ذكية كلها ما فيهاش حاجة بتعبر عن الماضي. مؤخرا، مؤخرا دي امتى يعني؟ او بتعبر عن حاجه محدده في الماضي. يعني اما اقول لك مؤخرا اقول لك والله I have seen my نهر recently. I have seen نهر recently. انا شفت نهر مؤخرا. مؤخرا ده يعني اللي هو امتى؟ ما اعرفش. ممكن حد يفهمها مؤخرا يعني الاسبوع اللي فات، حد يفهمها الشهر اللي فات، حد يفهمها من شهرين، حد يفهمها من سنه. فاحنا ما نعرفش مؤخرا دي المقصود بيها ايه. It's relative. الموضوع موضوع نسبي يا جماعه، يعني كل واحد بيترجمه او بيفسرها بطريقته. غير اما اقول لك والله I have او I see I saw هبه yesterday. لو قلت I saw yesterday هو yesterday الامس، ما فيش حد يقدر يترجمه او حد يفسره بشكل مختلف عن غيره. احنا لو عندنا مليون شخص عارفين ان yesterday معناها امبارح خلاص، لكن لو عندنا مليون شخص وقلت لهم مؤخرا هيفهموا ان مؤخرا ديت يعني حاجه مش فاهمين بالظبط ايه. عشان كده المضارع التام ما ينفعش احطه، ما ينفعش احط مع اي حاجه فيها علامه في الماضي. المحدد ما ينفعش احطه في زمن محدد في الماضي، بستخدمه عشان اعبر عن حاجه حصلت امتى ما اعرفش. الحدث ما وقت حدوث الحدث امتى ما اعرفش. اوكي يبقى ده المضارع التام. طبعا انا شاركه جمله غلط عشان خاطر النوت بي اكسبلورد تو رونج انسرز. اوكي بستخدمه امتى بقى؟ زي احنا قلنا علامات شكله ايه، الهاد والهاد والهاد علاماته ديت بستخدمه امتى؟ نفس الكلام بالظبط، حدث بدا في الماضي وما زال مستمر حتى الان. An action that started at a specific point in the past and still continues till now and maybe into the future. يعني مثلا لو قلت لك الجملة دي، طب اقول لك كده we have been friends for 20 years. احنا اصدقاء بقالنا 20 سنة. الجملة دي مضارع تام بتعبر عن ايه؟ ان احنا كنا اصدقاء بقالنا 20 سنة وما زلنا we still friends. ما زلنا اصدقاء. Okay. For example, I can tell you I am a teacher. لو قلت لك الجملة دي كده صح تماما. I am a teacher جملة كده صح. لكن لو انت حبيت تقول لي بقالك قد ايه مدرس في حد جملة تبقى غلط. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تقول لي I am a teacher for 10 years. خطأ. الصح انك تقولها او الافضل انت تقولها كده، تقولها I have been a teacher for 10 years. You got that? I have been a teacher for 10 years. مقصود بيها ايه؟ ان انا بشتغل مدرس. حدث بدا انت في الشغل بتاعك، انت في الشغل بتاعك، انت بدات شغل النهارده؟ لا انت بدات شغل بقالك فتره في الماضي. اوكي وما زلت بتشتغل في المكان اللي انت فيه؟ يس. فتقولي والله I have worked here. انا اشتغلت هنا مثلا say for a year, for 2 years, for 3 years, for 4 years, whatever. يبقى انا عندنا هنا لما if you have an action that started or that began in the past and it's not finished. It's not finished yet. الحدث بدأ في الماضي وما زال مستمر. Okay, in that case, you have to use the present perfect.
اوكي، يعني لو بتتكلم بقى هنا عن بتتكلم عن وظيفتك، لو انت بتتكلم في المطلق هتقول والله I am an engineer, I am a teacher, I am a student, I am an employee. اوكي، I am a builder, I am a worker, I am a doctor, I am a professor, I am an architect. صحيح. لكن لو انت عايز بقى مش في المطلق تقول لي انا شغال في الحاجه دي بقالي كام سنه في الحاجه دي، خلاص انسى بقى، يبقى مضارع تام. يبقى I have been a teacher or I have been a teacher for 10 years. I have been a worker for 3 years. I have worked as a teacher for 3 years. Whatever. Okay. يبقى احنا عندنا هنا مضارع تام. We use it to refer to an action that started but not finished. It's not finished. Okay. It can even continue for years. The more long distance, we have been friends for 20 years. Okay, that's the first use. Where you should also use it? We use it to refer to an action that started in the past and finished. هو صح بقى، المرة دي الحادث بدأ وانتهى، ابتدى انتهى، بدأ وانتهى في الماضي. But not totally, but not entirely, not completely finished. يعني ايه؟ For example, a friend of your best friend, واحدة من أصدقائك, she said, she told you something that really hurt. قالت لك حاجة فعلا ضايقتك. وحصل موقف فعلا ضايقك، الموقف ده خلاص انتهى، خلصت الموقف خلص وانتهى، خلاص وخلاص وصالحته او ظاهر ان صالحته، بس انت من جواكي لا، انت لسه زعلانه. يعني whenever you see her you feel that like there's something wrong. لما بتشوفي تحسي لا انت لسه فعلا متضايقه، انت مش ناسي الكلام اللي قالته لك. سو يبقى الحاجه لسه ما خلص. اوكي، مثلا واحد زي عربيه لا قدر الله عمل حادثه، الحادثه خلاص خلصت وتروح المستشفى وتعالج والكلام ده، but still affecting maybe his legs are still broken so he doesn't go to work. هم بروح الشغل ليه؟ لان ممكن تكون رجله مكسوره. طب الحدث انتهى خلاص وتعالج، اوكي، بس لسه اثار الحدث موجوده. يبقى فور اكزامبل اف سمون از كلينينج، حد بينظف البيت اند شي سليب داون، وقعت او زحلقت على الارض، خلاص قامت وكملت واليوم خلص، بس ستيل هير باك اكس، يعني شي هاز سم كايند اوف باك اك، عندها الم في الظهر. خلاص وقعت والحدث خلص وانتهى وقوموها وخلاص وعادي وتحشت ورامت وكل حاجه، بس ستيل لسه ظهرها بيوجعها ليه؟ من اثر الوقعه. You got that? So if you have an action, لو عندك حدث started and finished، بدأ وانتهى في الماضي بس not totally. For example، مثال تاني، I have breakfast، أنا لسه I have had breakfast، أنا لسه فاترة دلوقتي حالا. طب أنا خلاص فطرت وشربت الأكل، الحدث بدأ وانتهى، خلاص خلص وانتهى، بس لسه الأثر عليا. أيوه أنا شبعانة جدا، I'm totally I'm so full، أنا خلاص كده يعني I can never eat something more، أنا لسه واكلة والأكل لسه مأثر عليا لأني شبعانة جدا، خلاص I couldn't eat more، I can't eat more. So the action is still influential, or the action still has some kind of consequences or effects on me. It's still effective. الحدث ما زال مأثر علي، سواء بقى كنت شبعانة، سواء كنت حاسة بألم، سواء ألم نفسي أو جسماني، طالما لسه في زيول الحدث لسه ما خلصش تماما في الحالة ديت، لأ، في الحالة ديت أحط المضارع التام. يبقى المضارع التام برضه we use it to refer to an action that started but not finished. Started and not finished or started and finished but its consequences, its you know effects are still there. ما زال effects آثاره وعواقبه ما زالت موجودة. يبقى ده المضارع التام. ده المضارع التام. يبقى المضارع التام عبارة عن إيه؟ هو ده الهاف والهاف في التفصيل التالت. لما مثلا جملة ديت someone has stolen my wallet، في حد سرق المحفظة بتاعتي، which means I don't have money. حد قال لك والله اتعلمت، لا لا ده في حد سرق محفظتي، الحدث سرقها ماشي خلاص والحدث انتهى. طب اصل الحدث I'm sending سنة دلوقتي، I am broke, I don't have money. Why? Because someone has stolen my wallet. في حد سرقني، فنتيجة للحدث الحدث نفسه انتهى بس اصل موجود، I don't have money. Okay؟ معايا كده؟ I use it to refer to an action that happened at unknown and not specific and not located. I don't know, I am not interested in knowing when the action happened. I don't like. I don't like to know when. عشان كده لو انت عندك وين ما ينفعش تستخدم المضارع التام مع وين، ابدا تستخدم how long. اوكي، حدث بدأ في حدث في وقت كان موجود في الماضي. My friend has broken his arm. صاحبي كسر ايديه. طب انت ما تعرفش. We don't know. We don't know exactly when. اوكي، but when we use it, we use it to refer to an action happened in the near past. An action. حاجة حصلت في الماضي القريب، يعني ايه؟ مثلا من 10 دقايق، من 5 دقايق، من دقيقتين، حاجة حصلت يا دوبك من دقيقتين، مش محتاج تحطها في الماضي، حطها في المضارع التام. يعني مثلا if I مثلا now I open the door and I close the door. لو عايز اقول دلوقتي ايه اللي حصل هقولها كده I have just closed
ده دور. ليه؟ لان الحدث حصل حالا، ده حالا، يعني مش محتاج اقول I closed the door. اوكي، فمثلا كده I have just closed the door. Why to refer to that action was just happened. It's just happened in the near past. Okay. طبعا التصريف التاني برضه اللي هو الباسيف، الهاف والهاف والبين زي الباست بارتيسيبل. اوكي، هنرجع نتكلم فيهم تاني. طبعا لما اي حد يسالك عن your general experience برضه تستخدم ده المضارع التام to ask about your general experience. وبرضه المضارع التام في فرق برضه مهم، او في نقطه مهمه جدا، هي التفاصيل بس المهمة عشان تعرفوها. إذا ممثل معين أو مغني معين أو مغنية ممثلة مؤلف موسيقي كاتب مسرحي an actress an actor a composer you know a singer a writer كاتب an author مؤلف. المهم لو أي شخص من الأشخاص المشهورة ديت عايش ما زال عايش ونوصف إحنا أفعاله ونقولها في المضارع التام. إذا الشخص ده مات نحطها موضوع بسيط، يعني مثلا مارلين مونرو. مارلين مونرو شيز ديد. مارلين مونرو لو انت عارف واحدة اسمها مارلين مونرو، هي كانت ممثلة أمريكية. فاتن حمامة شيز ديد. اوكي، شيز ان ايجيبشن. نجيب محفوظ، شيز ان ايجيبشن ارتست. نجيب محفوظ هيز ان ايجيبشن نوفلست، روائي مصري. نجيب محفوظ ماوس ديد. نجيب محفوظ دلوقتي توفى. فاتن حمامة توفت. مارلين مونرو توفت. they all of them they passed. اوكي، كلهم خلاص توفوا. they died. In that case, if you like to describe their action or their participation or their work, you have to use the past symbol. And Najib Mahfouz wrote a number of amazing novels. Fatin Hamama participated in good movies. Marilyn Monroe participated in some movies and so on. لو الشخص ده عايش ما زال عايش وفي احتمالية ان افعاله، يعني مثلا احمد شوقي he's still alive. العفاسي still alive. I don't know a lot of famous people in fact, but I mean like those people who still alive. Okay, as long as there is a chance that they can continue their work, you have to use the present continuous. Present perfect. طالما ان في امكانيه ان الناس دي تكمل الاحداث بتاعتها، تكمل كتابه الروايات، يعني في امكانيه ان الممثل ده لسه هيمثل تاني، المغني ده لسه هيغني تاني، معناه ان الحدث ما انتهاش. الحدث بدا في الماضي وما زال مستمر. ده المضارع التام. لكن وانس ان الشخص ده توفى، نجيب محفوظ مثلا توفى، خلاص ما اقولش he has done، لا اقول he did. ما اقولش he has written، لا اقول he wrote. Why? Because he's dead. Got it? The action is over. خلاص الحدث انتهى. الجزء بتاع ال present راح، يبقى خلاص احنا قلنا اتفقنا شرط في المضارع التام انه the experience starts in the past and continues to the present. ال action or the deeds start، الفعل نفسه بيبدأ من الماضي بيستمر حتى الحاضر، يعني connection، علاقة من الماضي والحاضر. فلما الشخص ده مات خلاص الحاضر اتنسى، بقى بس مجرد ماضي، راح تحطه في الماضي. He did, he wrote, he made, he participated, he made any verb in the past. Okay, you got that one? برضه في تفصيلة برضه هنا، يبقى عندنا هنا تفصيلة تانية الفرق ما بين have been و have gone to. have been to و have gone to. خلينا نشوف الاكسرسايز دلوقتي، خلينا نعمل ده. have been to و have gone to. عشان ما تنسهاش، have been to معناها ذهب وعاد. to for example you went to a place and you come back. you came back. Like what have you been in أين كنت؟ أنت كنت فين؟ Where have you been؟ For example that one. Where have you been؟ أنت كنت فين؟ تقول والله I have been to Mecca. You got it؟ معناها إيه؟ أنا كنت في مكة ورجعت. أنا كنت بين verb to be. لو فاكرين أول ولا بدأنا خالص بين التصريف التالت من verb to be. I have been to Mecca. يعني أنا كنت في مكة. إنما بقى have gone to so it means have been to. يبقى would have been means like to go to a place to travel to a place and come back. Place. But have gone to travel to a place and stay there. And by the way, travel مش معناه بس يسافر، to go أحسن، فعلا to go. هي travel معناها كمان يسافر، يعني how to travel to work، مش شرط. ممكن حد يروح الحمام، يبقى ساعتها where have you been؟ I have been to the bathroom. Okay, so have gone to go to a place and stay there.
وغالبا طبعا هقول تقول لكم where have you gone, where have you gone, انت رحت فين؟ لا والله I have gone. I have gone to مكة معناها ايه؟ معناها انا لسه في مكة. I'm still in مكة. هنا I have been to مكة. I am not in مكة anymore. Was that fun? I am not in مكة anymore. I am not in مكة anymore. Okay. هو طبعا فرق برضه ما بين سنس وفور، بس اعتقد عشان ما تتوهوشي هنبدا نحل منهم التدريبات ان شاء الله. التدريبات هتبقى اسهل، بس انا كنت عايزه اشرح لكم الحاجات الاساسيه عشان نبدا نحل التدريبات. اوكي، اتمنى ان صوتي يكون شويه المره دي اوضح. Let's see.